السلام عليكم، معكم الشاب سيمو الفاسي اللي درت أول أغنية على المقاطعة، وكان هذا المنبر كنت تكلمت ديجا على الأغنية، والآن ولينا درنا أغنية أخرى بعنوان مازالين مقاطعين اللي غادي تكون في الأسواق مباشرة بعد هذا الانترفيو. فهي أغنية من كلمات وألحان الأخ عبد الواحد، والتوزيع الموسيقي ديال الأخ المجهول. السلام عليكم، معكم ام سي مجهول، رابور من فاس. المهم هاد الاغنيه هادي ديال الاخ سيمو كتهضر على المقاطعه اللي واقع، كتهضر على الاحداث اللي واقع ديال الحكومه، كل واحد كيخرج لنا بالتصريح. السلام عليكم، معكم عبد الواحد كاتب الكلمات. جاتني الفكره ديال المقاطعه، عيطت لخويا سيمو الفاسي قلت له كي جاتك الفكره ديال نكتبوا على هذه المقاطعه، قال لي تقبل الفكره ديال هذه المقاطعه. مهم قال لي امشي لعند خويا ام سي مجهول. سجلنا اغنيه، تلقات المشاهده مزيان. المهم كنتمنى تكون عن حسن الظن ديالكم وشكرا. كانت الاغنيه الاولى ديال مقاطعين، واخا منتوجاتكم تولي بريال، لقيت واحد الصدى طيب في الصفحات ديال الفيسبوك اللي من هذا المنبر كنتوج بالشكر ليهم، لقات ملايين ديال المشاهده. والاغنيه الاولى كانت غير بدعم من خويا عبد الواحد، هي كانت من كلمات واحد صديق اخر، والالحان كانوا ديالي، والتوزيع في استوديو جواد الكرسيفي، جواد السحار، اللي ديجا كنت هضرت على الاغنيه هنايا قبل الصدور ديالها. ومن بعد منين لقات الاغنيه واحد الترحاب وقينا تعليقات اللي كيشجعونا وهذاك، فحنايا فكر الاخ عبد الواحد اتصل بيا قال لي عندي كلمات على داك الوزير اللي كيعاير المواطنين. فانا كمواطن اصلا ما تقبلش داك الفكره، اصلا داك الوزير هو خدام عندنا حنا كمواطنين، حنا اللي صوتنا عليه باش ولا في داك المنصب. مهم جات الفكره، المهم حنا كولاد الشعب كنتعاونوا بعضياتنا، ما كاينش شي حاجه سميتها الماديات. الاخ كيكتب بدون مقابل، انا كنغني بدون مقابل، الاخ كذلك عنده استوديو، قال لي شي حاجه فيها غادي نفيدوا الشعب وغادي نوصلوا الصوت ديالنا ما عنديش مشكل. هذا هو الواقع. الاغنيه تكتبات واحد الظرف وجيز، مهم كملت لنا الالحان، طلعنا دينا واحد العشيه في استوديو ديال ام سي مجهول، وان شاء الله غادي تلقى حتى هي من كلمات. الكلمات فاش يكونوا خارجين من القلب، فاش يكون شي واحد كيهضر بواحد القرحه وداك الشيء كيكون داك الشيء كيوصل للقلب، من القلب للقلب. اصلا بعد كاع الروابط كتعرف فيهم كيكونوا اونتي سيستيم، يعني كيعدوا في الدوله، كيعدوا في اي حاجه يعني ضد الشعب، كيكونوا ضدها هما. منين جات الفكره ديال الديسك يعني ضد هذا، فهمتي، ضد هاد الحكومات، يعني تيهضر على هاد المقاطعة وهادي، أنا مادا بيا نسجل بحال هاد الديسك هادو، يعني أصلا تا أنا المنهج ديالي وكدا تا هو أونتي سيستيم بحال هاد الشكل، كيهضر على الدولة، كيهضر على الشعب. كنأيد هاد المواضيع، كنأيد شي حاجة، أي فنان كيدير شي حاجة اللي كيعالج المواضيع الاجتماعية ولا شي لعبة، بالنسبة لي راه فنان. سواء المشكل اللي واقع هو أنهم ما عارفين شنو هي السمية ديال الحكومة بصح، وسمية ديال الوزير بصح، وسمية ديال البرلماني، ما عارفين شنو هي المسؤولية اللي خصها تكون، فهمتي، واخدينها غير بواحد، هو ما عارفش راسو باللي راه خصو يكون مع الشعب، وأصلا في ذاك البلاصة بسبب الشعب وبزاف د الحوايج، هو اللي مطلعو أصلا هو في ذاك البلاصة غير على وجه الشعب. وديجا في دول متقدمة راه الناس كتطوع، اما هادو راه كيدخلوا لها على فلوس، على مصالح، على بزاف الحوايج. الناس برا راه كتطوع غير باش تخدم الناس ديالها، باش تخدم الشعب ديالها. انا الرساله اللي نوجهها من هذا المنبر هذا خصوصا للشعب، يعني شنقول لك، يزيدوا في هذه المقاطعه، وهذا احسن حل داروا، لان حل واعي، احسن ما غادي نوصلوا للقتيله ولا شي يخسر شي، فهمتي، نوصلوا الصوت ديالنا بهذه الطريقه هذه مزيانه، بطريقه حضاريه وسلميه مزيانه. الرساله ديالي اللي غادي نقولها لهاد الناس هادو ديال الحكومه وهاد البرلمانيين، يحاولوا يتقوا الله في هذا الشعب، فهمتي، يتقوا الله في هذه البلاد. بالنسبه للرساله ديالي لاي واحد في هذه البلاد كمواطن مسؤول كما كان، يعرف المسؤوليه ديالو تجاه الوطن هذا، حتى المواطن راه عليه واحد الواجبات على البلاد، باش ما فهمتي، كل واحد نعطيو حقه منا حنا كفنانين، مواطن مسؤول وزير كما كان. بالنسبه كنطلب
الملك محمد السادس يتدخل لان الشعب دار اللي عليه، فهمتي؟ الشعب كيقاطع وكيتحارب من جميع الجهات، يدير اللي عليه لان هذه الحكومه ما كتمثلناش. لا هذه الحكومه ماشي ديالنا، لان الحكومه ديال بن كيران هي اللي كنصوت عليها الشعب. هذه وقع فيها تلاعبات، وقع فيها بزاف د الحوايج، فهمتي؟ ما عرفناش هاد الناس منين جاو، فهمتي؟ الله يعني يتدخل يدير شي حل، لان الشعب دار اللي عليه. كما قلت لك الشعب كيحاربوا من جميع الجهات، لا حول ولا قوه. بغينا شي حكومة اللي تحس بينا، بغينا برلمان يعني ما يكونش بهذا البرلمان الكمية ديال الوزراء والنواب وكذا، وما دايرين حتى شي حاجة. راه دول عظمى عندهم برلمانيين قلال، وأبار ولاد الشعب يكونوا قلال. علاش كثرة الأحزاب وكثرة، فهمتي؟ وكثرة البرلمانيين بتا شي فايدة، يعني يديروا شي شوية المنافسة. راه دول عظمى عندها جوج أحزاب وقايدة العالم كامل، فهمتي؟ ما بقاتش المنافسة، بقات في العقلية بنادم واش كيخدم ولا ما. راهي جوج الناس اللي كانوا كيتنافسوا بعضياتهم كيخدموا، راه غيخدموا البلاد، فهمتي؟ حنا دابا عندنا خبزة كاملة كتلعب على البلاد، فهمتيني؟ إذا تشوفي البرلمان كامل شحال بهم، ما فيهمش واحد تيفيد هذه البلاد، والو باش يفيد. 80% هذا الشيء 80% اللي المغاربة صالحين. هذه هي الرسالة ديالي اللي غادي نوجهها لهاد الناس، هذا الشيء اللي كاين. وبهذ المناسبة بغيت نقول لذاك السيد الوزير، سميتو يتيم ياك، ثقي بيا، أول مرة غادي نسمع أنا السمية ديالو، حتاش من بعد الشعب الفيسبوكي جبدوا له داك الشيء ديالو، شي دواسة داك الشيء ديال الله، عرفوا كان ملقب بالكبيدة، كان كيتحرش بالدراري الصغار، كان هو أستاذ في مدينة بني ملال، وكان عنده سوابق فهاد الشيء، وكتبوا عليه جرائد تنساوهم الناس، وعاد يمسخوت الوالدين، عاد انت جيتي تهضر او ما بهدلوك المغاربه احسن تبهديله في العالم. ومن هذا المنبر كنقول له سيدي الوزير، وتا السيد رئيس الحكومه، لا تمثلونني، انا الحكومه ما كتمثلنيش، حيت الحكومه اللي ما كتمثلش الشعب واللي ما كتوقفش مع الشعب بحال هاد المواقف فهي لا تمثل الشعب. وهذا في حد ذاته فهو درس للمغاربة، المغاربة اللي كيشدوا 200 درهم باش يصوتوا، أولا المغاربة اللي كيكونوا دغيا كيجي الإنسان كيلعب لهم بالعواطف ديالهم أو بالعقل ديالهم باش يصوتوا عليه. فهما دابا وزراء ديال شي حزب معين، هما اللي كل مرة كنشوفوا خرجات من وزير او مسؤول في ذاك الحزب كيهين المغاربه، كاين اللي كيقول لنا القاطع، كاين اللي كيقول لنا الجاهلين، كاين اللي كيقول لنا المضاويخ. هاد السياتي مؤخرا قالنا احنا ماشي، هو ماشي مواطن ديال الزنقه، هو وزير. دونك هذوك العائله ديالو واش هما عائله الوزير ولا هما مواطنين ديال الزنقه؟ فمن هذا المنبر حنا هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا اغنيه. حنا كفنانه الفن راه رساله، الفن رساله، حنا الرساله ديالنا واضحه، الرساله ديالنا واضحه بان ذاك الحكومه ما كتمثلناش، وحنا مازالين حنا ولاد الشعب ضامنين مع الشعب، قاطعنا سيدي علي سونترال افريقيا، ودابا غنقاطعوا الحوت حتى هو وان شاء الله عاوتاني، وموازين حتى هو غنقاطعوا، ثقوا بيا، واخا حنا فنانه غنقاطعوا موازين، حتى شي حاجه اللي كضر واحد راه كضر 36 مليون مغربي راه غضرنا حتى حنا. وهذا هو الواقع. من بعد كانوا بانوا شي صفحات بلا ما نسميهم، المهم تباعوا تشراوا، المهم باش يهرسوا هاد الوتيره اللي غاديه بها المقاطعه ونجاح المقاطعه، ولكن ما استطاعوش، حيت كاينين ولاد الشعب وكاينين الناس اللي قلبهم على الشعب وما باغينش. حنا ماشي ضد هاد الشركات، حنا الاسعار جاونا غاليين، حنا ماشي قصدنا شركه معنيه، ولكن الشركه اللي شاده المارشي باش ما يبقاش الاحتكار. نورمالمون فاش ما غاديش يبقى الاحتكار غيولي واحد تنافسيا، نورمالمون غيطيحوا الاسعار. الاحتكار دابا الشركه محتكره واحد 80% في السوق، راه نورمال غادي دير في مغاربه ما بغات. فهذا هو الواقع. الفكره جاتني مجيت من مقاطعة من الشعب، أنا أصلا ولد الشعب، واش فهمتي؟ الفكرة مهم، قلت نكتب على المقاطعة حيت ديجا راه كتبنا أغنية على المقاطعة، المهم غير حنايا بغينا نوليو بالله راه حنا زايدين مقاطعين
وحنايا مع ولاد الشعب ونبقاو مع ولاد الشعب. وكنحيي من هذا المنبر ولاد الشعب اللي دايرين يد في يد باش يناضلوا وما يغيروا هاد المفسدين اللي كاينين عندنا اللي باغين ياكلونا كي قال لك عرق بعرق باغين يقتلونا عرق بعرق. كنوجه واحد الرساله لجلاله الملك محمد السادس يتاخذ شي قرار في حق هذا الوزير اللي قال لك هو ماشي مولا الشعب بالله هو وزير. واصلا شنو هو وزير؟ شنو هي وزير؟ راه حنا هو خدام غير عندنا فهمتي. حنا كاع الوزاره ولا الرئيس السي العثماني حتى هو راه غير خدام غير عندنا كيطلعناهم راه حنا نقدو نهبطوهم فهمتي. وكنحيي واحد الفنان اللي بقى مناضل معنا من ديبار هو عادي الميلودي. كنحيي من هذا المنبر هادي اللي بقى معنا من النوبه الاولى هضر على سنترال ومقبل من هذا الشيء راه كان كيهضر على اصلا ولاد الشعب هو ولد الشعب. وكنحيي من هذا المنبر. المهم كنتمنى يتاخذ شي قرار في حق هاد الناس كاع كاملين اللي خانوا الشعب ديالهم. لا الكلمات ما كتبتهمش غير بوحديتي فهمتي، كتبهم معايا واحد الدري سميتو سمير العسري بالحكم ديالو انا وياه كنقصرو فهمتي، كنساليو الخدمه كنقصرو انا وياه كنكتبوهم غير انا وياه فهمتي. وكاينين الدراوريه اللي كيكونوا جالسين معانا كنحيي لهم من هذا المنبر كنعطيهم التحيه. ومن هذا المنبر كنوجه الشكر وكنقول لكم احنا مازالين مقاطعون وعلى العهد باقون. وتحيه خاصه لخويا عادل الخطابي، خويا عادل الميلودي، اول فنان مغربي من الضامن اللي يكون في علم بزاف ديال المواطنين ما عارفينش التضامن ديال الفنان عادل الميلودي. راه اول حاجه الاذاعات ما غيوليش يدوز فيهم مهرجانات بزاف، حتى بزاف المهرجانات تابعين المنابر السياسيه، فهو ضحى بزاف ديال الحوايج على قبل الشعب، فهكا كيكون الفنانة وإلا فلا. وتحية خاصة لولاد الشعب وشكرا.